الدين بن مجدل مواطن طالب أستاذ بجامعة بسكرة بالجزائر. نعطوه الكلمة. بن مجدل خير الدين، 28 سنة، طالب بالسنة الثانية ماستر لغة إنجليزية بجامعة خيدر محمد بسكرة، مصور فوتوغرافي ورانا في لي لوكو في مقر الإذاعة، وين رايحين نهضروا على أعمال هذا الشاب في أكتيف في منطقة بسكرة ويهتم بالصحافة، بما أنه فوتوغرافي وأستاذ في الفوتوغرافيا وأستاذ بالإنجليزية. الله يبارك. ناشط في مجال الإعلام برك، باسكو مانيش صحفي في الحقيقة. الأخ أمين واش نقولوا، راني صحفي ولا مازال، مي ناشط في مجال الإعلام. كنت عندي تجربة إذاعية مع إذاعة بسكرة مع الأستاذ كمال حاج يوسف الله يذكره على خير، الأخت حنان لكحل والأخت هدى برباش. الهدف تاعنا كان هو، يعني الهدف الشخصي ليا، انه المزج بين تخصص المجتمع اللي كنت ندرسه قبل وبين العمل الصحفي، اللي بقى الواحد يحاول ينقل برك جانب من جوانب المجتمع ويؤثر، يبين اثر الاعلام على المجتمع. وما كانش فينا اللي يقدر يلغي دور الاعلام في المجتمع. سما هذا الشيء اللي ان شاء الله هذا هو الهدف وهذه المسيره تاعنا، باش نشوفوا ولا نحاولوا نوصلوا لهذا الشيء، واللي هو تأثير في المجتمع بشكل إيجابي. أوكي. الأخير الدين، لما بديت مثلا في الفوتوغرافيا أنت يعني كنت هاوي سي جو بو دير، من بعدها وليت فوتوغراف بروفيسيونيل، سادير وليت عين المشاهد وعين اللي يشوف الأعمال ديالك. قبل كل شيء نقدر نصحح لك برك، يعني نصحح شوي فوش قلت خويا امين، انه انا مازال مانيش صحفي محترف، مازالنا في رحله الاحتراف، مازال نحوس نوصلوا للمستوى وين نلتقطوا صوره اللي تخلي، اللي هي تعثر، اللي هي تنقل. وحبيت اني نوضح انه نوع التصوير اللي راني مهتم به بزاف هو البورتري وتصوير حياه الشارع، وهما نوعين متكاملين. يعني انه تصوير حياه الشارع هو تصوير كل ما يحصل في الشارع بطريقة تلقائية، من مرور طلبة، من العامل اليوميين، عمال النظافة، أصحاب محل. اللقطة هذيك اللي تلتقطها في تلتقط حياة الشخص في البيئة، في البيئة نتاعه. هذه النقطة الأولى. أما البورتري هو التقاط صورة اللي تنقل وتعكس مشاعر الشخص ولا طبيعة الشخص في بشكل، يعني نقدر نقوله بشكل عادي مش متصنع. وهذا الشيء اللي يقوى فيه اغلب المصورين الفوتوغرافيين، بحيث انهم يحاولوا يجملوا الشخص ويقلبوه في حاجه، يعني في شكل رائع. وهي لا، هي يكفي انك تلتقط صوره الشخص في حاله نفسيه ولا حاله شعوريه اللي تبان في الجسد من خلال العينين والوجه. اكيد التصوير الفوتوغرافي تحدي وعالم وتحدي، انه تحدي هو تحدي من ناحيه انه يخليك لازم تلقى البصمه تاعك، انه لازم تلقى توصل للمستوى بحيث انك تلتقط صوره كيشوفها واحد يعرف بلي راهي هذه الصوره المصور فلاني. هذا هو التصوير الفوتوغرافي. والتصوير الفوتوغرافي ثاني نقدر نقول انه مشروع. التصوير الفوتوغرافي ناس بزاف يحاولوا انه يحسبوا انه التصوير مجرد شراء آلة التصوير ولا كاميرا غاليه ما يهمناش النوع تاعها، ويلتقط صور بألوان زاهية. ماهيش هذاك هو التصوير. التصوير هو تحدي، هو اختيار مشروع، مثلا للتركيز على مشروع كما قلنا البورتري، الوجوه، اختيار مثلا عينة من عينة المجتمع، مثلا قال كبار السن، وبعدها تصور مجموعة صور مثلا من خمسة إلى أكثر، قال مانيش عارف حددها المصور بحد ذاته، قال 5 ل 100 200 300 ليسونسيال، مجموعة صور بنفس الثيمة وبنفس الموضوع. كل هذه الصور تعتبر مشروع واحد لمصور واحد، وبعد هذه الصور كي تتلم تكون مشروع بروجي خاص به هو، اللي تسجل من بعد وتكون جزء من ذاكرة تاع المجتمع. سما التصوير الفوتوغرافي ماهوش مجرد التقاط صورة وحطها ووضعها في الفيسبوك، وضعها في فيسبوك وبدا نشوفوا شحال تجمع من لايكات ولا من جامات. ما هيش هذا هو التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي هو رساله.
هاون في التصوير. النقطة الثانية اللي قلتها هي دور الصورة في نقل مجموعة أفكار، ولا نقل رسالة، ولا نقل قصة. صورة واحدة قد تنقل قصة كاملة، وعندنا يعني في تاريخ التصوير الفوتوغرافي آلاف الأمثلة من هذا الشيء. يكفي برك نشوفوا صورة الشابة الأفغانية هذيك اللي التقط لها صورة المصور الأمريكي، و صورة دوكي مشهورة يعني تقدر تشوفها في الانترنت. الصورة بطبيعة الحال هي التقاط لحظة من الزمن وتسجيلها طول للأبد كما نقولوا. الشيء اللي ذكرته نقدر نصنفه في التصوير الصحفي ولا التصوير الإعلامي. التصوير الصحفي والإعلامي عنده دور كبير، ونقدر نقوله أنه ازدهر في المدة الأخيرة هذه، ازدهر في دول اللي اندلعت فيها ثورات الأخيرة هذه. في فلسطين ثاني نقدر نقوله أنه التصوير الإعلامي والتصوير الصحفي هذا يندرج في النطاق اللي هدرت عليه. برك بقات نقطة نوضح ثاني للمستمعين، نقطة أنه أنا مانيش مؤطر، أنه كانت عندي الحمد لله تجربة مع غرفة الصناعة التقليدية، وبالمناسبة نحيي المدير ونحيي الطاقم تاع غرفة الصناعة التقليدية لولاية بسكرة على الفرصة اللي خلاوها لنا، وهي كانت نتاج شغل نتاج خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية مع حب التصوير الفوتوغرافي اللي قدرت نأطر ومد ورشات في أساسية التصوير الفوتوغرافي، وما زلنا إن شاء الله نتعلمه ونحاول نفيده إن شاء الله بقد ما نصيبه. دون أنا في النقطة هذه نقدر نقول لك أنه غرفة صناعة تقليدية دارت سعر رمزي نقول لك رمزي جدا يعني مشي لوحدي، والشكر للطاقم الغرفة كامل بدون تحيز أنهم وفروا فرصة لشباب بسكرة أنهم يديروا دورات تصوير فوتوغرافي بسعر زهيد جدا مقارنة بالمدارس الخاصة. الغرفة الصناعة التقليدية في نفس الوقت تمد شهادات في التصوير الفوتوغرافي، وشهادة تأهيل معتمدة من وزارة السياحة في التصوير الفوتوغرافي، بحيث أنه هذا السعر يغطي غير تكاليف الكراء ومتطلبات الدورة التكوينية، لأنه يعني فيه سعر رمزي وي مي ماهوش كما السعر اللي في غرفة صناعة تقليدية على برا، يعني انه نقدر نقولوا تطوعي. نقطة أخرى أنه كاين جمعيات اللي خدمنا معاهم، درنا لهم برامج في تدريس التصوير الفوتوغرافي مجانية، تصوير فوتوغرافي ورشة تصوير فوتوغرافي في جامعة محمد خيضر بسكرة مع نادي تصوير فوتوغرافي اللي أسسناها مع الأخ حسام الدين الشيخ، نجمة خليفة وهدى عدلي وابتسام الويوة. هذا كان نادي ثاني يديروا فيه ورشات مجانية لطلبة جامعة محمد خيضر بسكرة في التصوير الفوتوغرافي، صناعة فيلم قصير وتصوير المناسبات. الأخ خيضر الدين، تواجدك اليوم معنا في القناة يعني أنت اليوم كناشط في منطقة بسكرة وتساعد الناس وتنشط في كل المجالات الله يبارك، ماذا بينا نعرفه اليوم أولا فاش تنشط، ثنين كيفاش تقدر صديق تنشط وتعاون الناس، كيفاش قدرت تصيب تسهيلات مثلا في المنطقة، وثالثا وشنو هو المشروع نتاعك نتاع كناشط في منطقة بسكرة. أول شيء منطقة بسكرة منطقة يعني ما شاء الله غنية كافة نواحي من مدخول تمور وكل شيء، غنية أيضا بطاقات شبانية نتاعها. ولاية بسكرة فيها يعني نشاطات جمعوية من طرف جمعيات خيرية بدرجة كبيرة، يعني انه كامل رمز وملاء ونجلهم تحية بدون ذكر الاسماء. ناشطين يعني اكثر مني انا، وهم اللي يستاهلوا يعني انهم يبانوا، كتشجيع مشي كانهم يعني ماشي كمراءة نقدر نقوله. أنا ما نكذبش عليك، مجهوداتي مقارنة بمجهوداتهم لا شيء، هما برسك يخدموا بصح إذا كانت كاينة فرصة نقدر نعاونهم بها مش راح نتوانا وإننا نحبسوا عليها. مجهودي الشخصي لمنطقة بسكرة راح يكون نقدر نقول أنه مجهود بسيط جدا، بصح شيء عنده بسيط ودايم وعنده ديمومة. حبيت نقول انه ما نحبسوش النصيحة، نوجه اصبع الاشارة لحالات اجتماعية اللي لازمها تتعاون، نوجه نقدر ننبه للحالات اللي لازمها يهتموا بها، حالة تنشئة الاجتماعية، حالة توعية الطفل، حالات كيفاش نقدر نقول لك
ظواهر نقدر نقول العامة ما يعرفوهاش بصحية أساسية في بناء مجتمع سليم. مجتمع تذكير هي نقدر نقول تذكير، بس ما نقدرش نبني ولا نجيب قيم جديدة، وإحنا ديجا عندنا القيم من القرآن الكريم ومن الدين تاعنا اللي فيها القيم اللي تبني مجتمعاتنا شحال كل شيء. برك نحتاجو نذكرو ونحتاجو نهضروا عليها ديما. سما النشاط غير محدود والأهداف ما نقدرش نكرها كاملة هنا. سما شنو هي الصعوبات اللي تلقاها عندك ناشط في المنطقة؟ والله صعوبات نقدر نقول صعوبات عادية، صعوبات يعني منطقية نقدروا نتجاوزوها. منطق لا صعوبات منطقية خويا أمين. نقدر نقول إنه ولاية بسكرة، ما نقدرش نقارن ولاية بسكرة بولاية الجزائر العاصمة، باسكو هذه العاصمة وهذيك ولاية داخلية في طور نمو. يعني إنه نقدر نقول صعوبات الاتصال، صعوبات النقل، صعوبات إيجاد الحالات اللي تحتاج مساعدة ثانية، صعوبات اجتماعية. المجتمع تاعنا مثلا ما تقدرش تروح تعاون مجتمع تاعنا، الحمد لله يعني المحافظ مجتمع محافظة، هي حاجة إيجابية وحاجة سلبية في نفس الوقت. باش نقولوا سلبية بصح تغلب عليها طبعا، انه كاين حالات ما نقدرش نوصلوا لها باسكو المجتمع محافظ، ما نقدرش نوصلوا الصوت، ما نقدرش يعاونوا. كاين حالات مرضية يعني أولاد مرضى وكذا وكذا، الجهل تاع الجهل تاع الناس، نقدرش نقول الناس أهلهم، حتى الفريق الطبي اللي ثم ديما يستبعد حالات كبيرة. وبعد نلقاو كاين أمراض، كاين حالات مثل سبينا بيفيدا، مثل حالات الحسرة الله نقدر نقوله. أنه هنا هذه الصعوبات، صعوبات عادية وروتينية، بصح يكفي أنه يكون كاين مجهود وكاين نية نطلبوا عليها. قفه رمضان نقدروا نقولوا انه في العيد ولا في رمضان تقدر تقول انه النشاطات اللي كاينه هي زياره الطفوله المسعفه. كانت عندنا خدمه، كان عندنا نشاط نقدر نقول يعني ما كنتش انا معش عندي فيه دور بصح شاركت فيه، هو مع روضه الكتاكيت الصغار في ولايه بسكره. الروضه هذه كانت تجيب الاولاد تاع الطفوله المسعفه وتحتفل معهم، المهم حتى تربيهم مع الاولاد العاديين اللي في الروضه. كان الاحتفال بعيد الطفوله معهم، هذا شيء. بلا هذه كان كاين ديما عندنا خرج لدار الطفوله المسعفه مع ليكيب، مع مجموعات الانسانيه اللي في ولايه بسكره اللي نوجه لهم تحيه المره الثانيه. نفس الشيء زياره مستشفيات. ما نقدر نقولوا نشاطاتي يلزم ندير اكثر، نقدر كما نقول لك رانا مقصرين، ما نقدرش ندخل مشينا نديرو فيه، انه شيء بسيط عادي يديروه المواطنين عاديين، ما ان شاء الله نقدروا نلقاو الوقت نديرو اكثر. تواجد خلال فتره شهر رمضان لسيرك عمار هنا في الجزائر، انتوما كسكان منطقه بسكرة كومون نافي با بونسي، صادير ما فكرتوش في اطفال الصغار؟ كانت فيه مثلا الانيسياتيف كودات الدراري الصغار لي ماليان للسيرك، ils ont eu 100 places، 100 مكان في السيرك داو دراري وراحوا جوزوا اون سواغي في رمضان لتم في السيرك، شاهدوا وكانوا صديقه مع ليلة 27. انتوما في المنطقه اسكو فو فات دي اكسيون باغي مثلا؟ حبيت نحيي جمعيه راش، جمعية راش هكذا. نعم، مبادرة كانت من طرف جمعية راش. نحيو جمعية راش على المبادرة اللي داروها مع اللاجئين تاع الماليين ودول الجوار، حبينا نحيوهم. وحبيت نقول لك برك انه نفس الشيء انه يجي سرك عمار، كاين يعني انه الجولة تاعو طوف ولاية الوطن وجات البسكراوي، يعني الحملة اللي سمعت بها غير من عندك درك ونحييها يعني ونشجعوا عليها. مين نتمنى 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 انه المبادرات تكثر، يعني مع احتراماتي لجمعية راج انهم يعني يعطيهم الصحة، نشاط رائع. مانيش راح نقول لهم بصح ان اللوم نوجه للجمعيات، ومش نقول كل الجمعيات، الاحياء دوك احنا مثلا كون تتوسع النشاط، كون تعود عندنا الاحياء العاديه تاعنا، انه كون يعود كل حي يتكفل بالايتام اللي عنده في الحي، يتكفل بالحالات
ثاني حتى عندنا الحالات عندنا نحشم حتى نقول المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم جانب عندهم يحتاجوا يروحوا للبحر يحتاجوا يشوفوا علاش نحتاج علاش نستنى جمعيه برك باش تعاوني علاش ما نكونوش حنايا برك انا وانت وجاري نوقفوا نكيو حاجه هكا حاجه تفرح حتى كبير نفرحوا الكبير تاع الحاره نكبروا به نلموا له نديروا له عمره علاش ديما نستناو الجمعيات والمبادرات ثقيله هكا ثقيله مش جانب سلبي لا انه شيء باسكو عليها واحد في يد وحده ما تصفقش راك فاهمني خويا مدارس عندنا قدام حالات عندنا حالات في المدارس حالات في المستشفيات حالات في العمل حالات عندنا كامل الحالات هذو انا مثلا ذوك الشركات عندنا عاملة نظافه هذيك اللي تجي هذيك عامله نظافه اللي تجي تنظف ولا حارس الباب هذاك اللي حاكم يحس في المؤسسه هذاك اقل حاجه عنده احتياجات اخرى ما عندوش انا وياك نقدر نوفروا تلفزيون بلازما نقدر نوفروا مكيف كهربائي مروح عادي مش مشكل بصح تعرف اللي راه هو الاهتمام تاعو انه يحلم باه يكسي ولده يحلم كذا علاش ما تولاش الحوايج هذه معليش نفوتوا هذا الشيء الجانب الصحي برك علاك يطيح واحد من هذه الفئه من تولهو وما نوقفوش وما نروحوش نطلو وما نديرو لجانب إنساني بعيد على الإدارة وبعيد على تعليق على الشماعات الأخرى سمعنا نوجه تحية المرة الثالثة الجمعية تراجع للمبادرة هذه ونطلبوا من المجتمع ككل كل فئاته أنه شيء المبادرة تختلف وتخلق لنا فئات أخرى تكريمات المختلف أطياف المجتمع اللي بحاجة لهذا التكريم نتوما في 27 درتوا ممكن هذه المبادره احنا في بسكره الزملاء داروا مبادره تاع الختان الجماعي داروا مبادره تاع تكريم حفظه القران الكريم داروا مبادره تاع تكريم كانت كاينه بسكره احنا في رمضان جا في الصيف تقدر تقول انه الحر يمنع اهل بسكره انهم يخرجوا في طيله ايام النهار كان ديما ظهور تاعهم والخروج تاعهم يكون في الليل سما في الليل كانت كاينه دورات رياضيه مباراة كرة القدم الكرة الحديدية نحيي بالمناسبة حسام زراري اللي كان مشرف على هذا الشيء أدمين صفحة أخبار بسكرة اللي أطروا وجدوا مجموعة نشاطات رمضان واللي كانت في سياق الحديث كان تكريم كله في ليلة 27 سيرك عمار انتقل لمنطقة بجاية الولاية بجاية يعني حسب معلومات لحقتنا أنه سيرك عمار القائمين بسيرك عمار هما واقفين مع المحتاجين واقفين مع ناس تسحقهم إلا توجهتوا لهم وطلبتوا أماكن صديق الأطفال محتاجين ولا خرجات للترويح عن النفس للأطفال مثلا vous allez faire un truc dans le tourisme الأطفال للمنطقة باش يجوا يشوفوا الشمال يشوفوا باسكو سادير المناخ يختلف سي بيئة مختلفة ناس مختلفين كيدير دورة في الصحراء ويروح دورات في شهر أكتوبر سبتمبر يعني لما تبدأ تبرد الحار هذا سي لوي كي ديرونج باسكو سي لي زانيمو سي با ايفيدون اي فير دي نيميرو سي سي با ايفيدون بور او لكن حنا نغتنموا فرصة يعني on voudrait bien voir une initiative كيما هادية جيبوا أطفال يجوا يشاركوا ويشوفوا السيرك ويكون لهم صديق اكتشاف لمنطقة الشمال ويروحوا للبجاية يشوفوا يما قرايا ويشوفوا الغابة تاع كورن مثلا جمال باهر و نقدر نقول لك في النقطة هذه انه الإجابة على النقطة هذه انه العمل هذا ما نقدرش نقوم بها انا وحدي مي يقدر يكون كاين ندعو نقدر نوجه وندعو التوأم بين جمعيات ولايه بجايه وجمعيات ولايه بسكره وجمعيات ولايه الجنوب على العموم يعني بصح كاين نقطه اخرى حبيت نوضح لها انه ديوان مؤسسه الشباب راه يدير في رحلات ومخيمات الاولاد على مستوى الساحل كامل انه ما نظرك مستحيل تلقى الاولاد في بسكره يعني باسكو دوك كما قلت انتيا انه جمال بجاي انا ما نقدروش نغفلوا عليه ولا نقولوا ليه مي وما نقدروش نربطوه بالسيرك راك فاهمني انه صح جوله سياحيه واماكن نتمنى انا نشوفها في بجاي ان شاء الله نلقاو الوقت نزوروها تكون توأم مع الجمعيات انه كل جمعيه تستضيف جمعيه وعلاه لا احنا اطفال بجاي علاه ما يجوش يزوروا بسكره في وقت الخريف لما يجوش يشوفوا موسم جني تمور ثاني هما ثاني مرحبا بهم بصح وشي في اطار جمعوي منظم واللي يكون عنده تنظيم يعني يكون كاين تنظيم وعنده نتائج باينه من هذا الشيء ككلمه اخيره ونشكرك على قبول دعوتنا
حنا رانا هنا متواجدين باش نسمعوكم ونعطوكم صديق الوقت الكافي للتعبير بكل حرية عن كل ما تريدون. حنا رانا هنا معاكم واقفين سورتو لزينيسياتيف هكا تاع شباب مثل الشاب الاخير الدين. واش تقدر تقول راديو دي سون فوا ككلمه اخيره؟ والله حبيت نقول لكم برك، اول حاجه تفاجات بالدعوه وتفاجات بالراديو ككل. كان لي شرف اني نكون ضيف عندك خويا امين، كان لي شرف نشوف الطاقم تاع الاذاعه لهنا ونشوف المجهودات اللي راكم ديروا فيها، تشجيع وتصفيق للفريق القائم برك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكونوا اداه موازنه بين الاصوات اللي حابه تبان وبين الناس اللي تعاونهم. في هذه الحالات ما تكونش مجرد عرض، انا يعني معليش تكونش مجرد عرض للحالات بل علاج للحالات، هذه يكون منبر النداء للتوجيه للمعالجة الحالات، مش مجرد تشخيص ولا جانب سلبي، لا يكون عنده ان شاء الله جانب ايجابي، واللي متاكد انه راح يكون مع فريق كيما انتم ان شاء الله. برك كملوا لنا على المنوال هذا. شكرا.